المحاضرة الثانية: السلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول. سلع وخدمات الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة تتمثل في منتجات النفط كالبنزين ومشتقاته، بداية من بنزين 80 والكيروسين والسولار والديزل، بضريبة تقدر من 30 مليما إلى جنيه واحد. وكذلك المنتجات الكحولية بضريبة تقدر ب 250% بحد أدنى 500 جنيه عن الهكتو لتر، فيما تفرض ضريبة قيمتها 8% على كل من العطور ومنتجات التجميل والتلفزيون والديب فريزر والثلاجات وأجهزة التكييف. خصم الضريبة: يعتبر الخصم الضريبي أحد القواعد الأساسية لنظام الضريبة على القيمة المضافة، حيث يتيح للمسجل إجراء مقايسة بين الضريبة واجبة الخصم والضريبة المستحقة على مبيعاته من السلع والخدمات، وذلك في جميع مراحل تداول السلع والخدمات وصولا للمستهلك النهائي. ويهدف هذا النظام إلى أن يكون عبء الضريبة واحد في كافة مراحل الإنتاج والتوزيع، وذلك منعا للإزدواج الضريبي. وقد سمح قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 بخصم ضريبة القيمة المضافة التي سبق سدادها بواسطة المسجل لدى المصلحة عند شراء السلع والخامات والخدمات، وكذلك الآلات والمعدات وقطع غيرها، سواء تم استخدامها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في النشاط الخاضع للضريبة، وذلك على خلاف قانون الضريبة على المبيعات الملغي، والذي كان يقتصر خصم الضريبة على الخامات المستخدمة بطريقة مباشرة في إنتاج السلع الخاضعة للضريبة، فضلا عن عدم السماح بخصم الضريبة السابق سددها على الخدمات اللازمة للنشاط، وكذا السماح بحق الخصم على مؤدي الخدمات، وذلك بعد حجب هذا الحق في ظل قانون الضريبة على المبيعات الملغي. ويحقق هذا النظام المزايا الآتية: 1- يمنع التراكم والإزدواج الضريبي. 2- يحول دون تحميل تكلفة الإنتاج أو التوزيع بأعباء ضريبية متزايدة. يعمل على تحقيق ظروف تنافسية أفضل للسلع المصدرة للخارج. 4- يوفر السيولة النقدية لمزاولة النشاط. 5- يخفض تكلفة المنتج النهائي. شروط تطبيق نظام الخصم الضريبي في الضريبة على القيمة المضافة: 1- توافر الفواتير الضريبية أو المستندات الدالة على سداد الضريبة مع ضرورة الاحتفاظ بها لمدة 5 سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجري فيها القيد بهذه الدفاتر والسجلات. 2- أن يكون اسم المسجل الذي يقوم بالخصم مدونا على الفاتورة كمشتري وكذلك رقم تسجيله، ولا يقبل الفواتير الصادرة بأسماء آخرين، وأن يكون تاريخ فاتورة الشراء تالياً لتاريخ تسجيل المنشأة، وإذا كانت السلع مستوردة يجب أن يكون إذن الإفراج الجمركي موضح به قيمة الضريبة واسم المسجل وإيصال السداد. 3- أن تكون الضريبة المخصومة عن المشتريات أو المدخلات سواء محلية أو مستوردة يتم استخدامها في تصنيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة. 4- في حالة السلع المرتدة يجب أن يكون قد تم استلامها وقيدت بياناتها في الدفاتر والسجلات. 5- أن تكون إشعارات الخصم والإضافة مبينا بها عنوان البائع ورقم تسجيله واسم المشتري وعنوانه ورقم الفاتورة الضريبية الأصلية وتاريخها، وكذلك البيانات اللازمة التي تتعلق بتنزيل أو زيادة الثمن وقيمة مبلغ التنزيل أو الإضافة وبيان منفصل بالضريبة المستنزلة أو المضافة. 6- أن تكون نسبة الضريبة المخصومة إلى إجمالي الضريبة التي تم خصمها على المشتريات هي نفس نسبة الضريبة التي حملت بها السلع إلى ثمن تلك السلع. 7- ألا يكون المسجل قد قام بإضافة قيمة الضريبة السابق سددها على تكلفة السلعة، وأن تكون قيمة الضريبة المضافة منفصلة عن سعر بيع السلعة أو الخدمة، ولا تقبل الفواتير المدون عليها السعر شامل الضريبة. 8- ألا تكون السلع أو الخدمة التي تستخدم
في بيع أو أداء خدمة معفاة من الضريبة، كما هو وارد بقائمة الإعفاءات التي تضم 57 بندا من السلع والخدمات في القانون، فلا يسمح بخصم الضريبة عنها. 9، لا يسري الخصم الضريبي على سلع الجدول أو ضريبة الجدول، سواء على السلع أو خدمات خاضعة بذاتها أم كمدخلات في سلع وخدمات خاضعة للضريبة. أما إذا كانت تتضمن ضريبة جدول وضريبة قيمة مضافة، يسمح بخصم ضريبة القيمة المضافة دون ضريبة الجدول. ويسري الخصم على 1، مبيعات السلع والخدمات الموردة إلى الجهات المشار إليها في المادة الثامنة من مواد الإصدار والمادة 23 من هذا القانون. 2، مبيعات السلع والخدمات الممولة بمنح صدر قانون بإعفائها من الضريبة، ويكون الخصم في حدود المستحق من الضريبة، ويرحل ما لم يتم خصمه إلى الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل. لذلك أحب التأكيد على أن الخصم لا يسري على ما يأتي: ضريبة الجدول سواء على سلع أو خدمات خاضعة بذاتها أم كمدخلات في سلع أو خدمات خاضعة للضريبة، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذه القانون. 2، ضريبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة. 3، سلع والخدمات المعفاة. الإعفاء من الضريبة: يعفى من الضريبة بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ووفقا لبيانات وزارة الخارجية. 1، ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين غير الفخريين المعينين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وكذلك ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصي لأزواجهم وأولادهم القصر. 2، ما يشترى أو يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخان. ويحدد عدد السيارات التي يتناولها الإعفاء طبقا للبندين 1 و2 بسيارة واحدة للاستعمال الشخصي، وخمس سيارات للاستعمال الرسمي للسفارة أو المفوضية، وسيارتين للاستعمال الرسمي للقنصلية، ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد. 3، ما يستورد للاستعمال الشخصي بشرط المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية، وكذلك سيارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبي من العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر في البند 1، بشرط أن يتم الورود خلال 6 أشهر من وصول المستفيد من الإعفاء، ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية مد هذا الأجل. ويلاحظ أنه يحظر التصرف في الأشياء التي أعفيت طبقا لهذا القانون في غير الأغراض التي أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد، ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك. كذلك يجوز بالقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية إعفاء ما يستورد للاستعمال الشخصي لبعض ذوي المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية. كما يعفى من الضريبة في الحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ما يأتي: 1، العينات التي تستهلك في أغراض التحليل بالمعامل الحكومية. 2، الأشياء والمتعلقات الشخصية المجردة من أي صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية. 3، المهمات التي ترد من الخارج دون قيمة بدل ثالث أو ناقص عن رسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة في حينها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك. 4، الأمتعة الشخصية الخاصة بالقادمين من الخارج. 5، الأشياء التي تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ثم أعيد استيرادها بذاتها بشرط التحقق من ذلك من قبل مصلحة الجمارك. ويلاحظ أنه يجوز بالقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع من الضريبة في الحالتين الآتيتين: 1، الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية. 2، ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي. كما تعفى من الضريبة كافة السلع والمعدات والأجهزة
والخدمات المعنية في هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي، وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيعها. رد الضريبة على القيمة المضافة. ترد الضريبة طبقا للشروط والإجراءات وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون خلال 45 يوما من تاريخ تقديم الطلب، مؤيدا بالمستندات في الحالات الآتية: 1. الضريبة السابق سددها أو تحملها على السلع والخدمات التي تم تصديرها، سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أو خدمات أخرى بما لا يجاوز الرصيد الدائم، بشرط توريد قيمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي ووفقا للضوابط التي يحددها، أو وفقا لأي من طرق السداد أو التسويات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك كله بشرط ألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها. 2. الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ. 3. الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية متتالية. 4. الضريبة السابق سددها على الآلات والمعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة، وذلك عند تقديم أول إقرار ضريبي، عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو يكون في النشاط المرخص به للمنشأة. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون من بين المستندات الدالة على أحقية المكلف في خصم الضريبة أو ردها شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد بذلك. ضريبة الجدول. تفرض ضريبة الجدول على بيع أو أداء أو استيراد السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق للقانون، ويكون سعر ضريبة الجدول وفقا للنسب أو القيم المحددة قرين السلع والخدمات المنصوص عليها فيه، وذلك بالإضافة للضريبة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، ويكون سعر ضريبة الجدول صفر على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولا تفرض ضريبة الجدول مرة أخرى إلا إذا حدث تغيير في حالة السلعة، ولا يعد تغييرا في حالة السلعة عملية التعبئة أو إعادة التعبئة أو التكرير أو التنقية أو الطحن، مع عدم الإخلال باستحقاق الضريبة على السلع والخدمات الواردة بالجدول المرافق، وذلك كل ما لم ينص في الجدول على خلاف ذلك. وللمسجل الحق في تسوية الضريبة السابق سددها على أجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار المستخدمة في إنتاج سلع وخدمات خاضعة لضريبة الجدول فقط من قيمة ضريبة الجدول في حدود المستحق منها حتى يتم استنفاذها. وللمسجل الحق في تسوية ضريبة الجدول السابق سددها على مردودات مبيعاتي من ضريبة الجدول المستحقة وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. تستحق ضريبة الجدول على السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق للقانون لمرة واحدة فقط عند تحقق واقعة بيعها أو أدائها لأول مرة أو استيرادها، وذلك دون الإخلال باستحقاق الضريبة المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون، وهي ضريبة القيمة المضافة. ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق عند التصرف فيها في صورة سلع وخدمات مجانية أو عروض ترويجية، وتتحدد القيمة في هذه الحالة وفقا لقوى السوق وظروف التعامل، وتبين اللائحة التنفيذية ماهية العروض الترويجية. تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساسا لربط ضريبة الجدول بالنسبة للسلع أو الخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق للقانون على النحو الآتي: ألف، بالنسبة للسلع والخدمات المحلية، القيمة المدفوعة فعلا أو الواجب دفعها بأي صورة من صور أداء الثمن وفقا للمجريات الطبيعية للأمور. ب، بالنسبة للسلع أو الخدمات المستوردة، القيمة التي تتخذ أساسا لربط الضريبة الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة في الدائرة الجمركية، وذلك كله ما لم ينص في الجدول المرافق على خلاف ذلك. تطبيق الضريبة على القيمة المضافة. تفرض الضريبة على الزيادة في قيمة السلعة التي تكتسبها في مختلف مراحلها
من عند انتقالها من المنتج حتى تصل إلى المستهلك الأخير، فهي تسري على الإضافات المتتالية لقيمة السلع وليس على قيمتها الكلية في مختلف مراحلها، كما هو الحال بالنسبة لطريقة الضريبة المتتبعة أو المتدرجة. ويمكن القول أن الضريبة على القيمة المضافة طبقا لهذه الطريقة تفرض على مساهمة المشروع في قيمة السلعة في كل مرحلة من مراحل تداولها بين المنتج الأول والمستهلك الأخير. ويتم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بأحد أسلوبين. واحد، أسلوب الخصم المباشر، حيث تفرض الضريبة على مبلغ الفرق بين قيمة المدخلات وقيمة المخرجات خلال فترة معينة. أكيد طبعا الفترة الضريبية اللي بنقصدها هي فترة الشهر الميلادي. 2، أسلوب الخصم غير المباشر، حيث تفرض الضريبة على إجمالي قيمة مخرجات المشروع عن فترة معينة، ثم يستنزل منها قيمة الضريبة التي سبق فرضها على مدخلات المشروع عن نفس الفترة. مثال واحد، قام أحد المنتجين لسلعة خاضعة للضريبة على القيمة المضافة بسعر 14% خلال شهر يناير 2019 بإنتاج وبيع ما قيمته الإجمالية 100,000 جنيه، كما قام بشراء مدخلات تستخدم في الإنتاج، وذلك من سلع وسيطة خاضعة للضريبة بلغت 80,000 جنيه، استخدم منها خلال الشهر ما قيمته 60,000 جنيه، والمطلوب تحديد الضريبة على القيمة المضافة. طبعا الحل يقصد بالمدخلات ما دخل فعلا في إنتاج المخرجات وليس كافة المشتريات التي تم. أولا، طبقا لأسلوب الخصم المباشر، وعاء الضريبة على القيمة المضافة بيساوي قيمة المخرجات ناقص قيمة المدخلات. 100,000 ناقص 60,000 40,000 جنيه. قيمة الضريبة على القيمة المضافة بتساوي وعاء الضريبة في سعر الضريبة 40,000 في 14% 5,600 جنيه. ثانيا، طبقا لأسلوب الخصم غير المباشر، ضريبة القيمة المضافة على المدخلات، اتفقنا أن المدخلات 60,000 جنيه وليست 80,000 جنيه إجمالي المشتريات، يبقى إذا 60,000 في 14% أدي 8,400 جنيه. ضريبة القيمة المضافة على المخرجات بتساوي قيمة المخرجات 100,000 في 14% 14,000. إذا قيمة الضريبة على القيمة المضافة عن الشهر، قيمة الضريبة على المخرجات 14,000 ناقص قيمة الضريبة على المدخلات 8,400 يساوي 5,600. مثال 2، بفرض أن أحد المنتجين الصناعيين قد قام خلال شهر يناير 2019 ببيع سلعة صناعية خاضعة للضريبة بمبلغ 250,000 جنيه، تكلفتها 200,000 جنيه، وذلك إلى تاجر الجملة الذي باعها خلال نفس الشهر إلى تاجر التجزئة بمبلغ 320,000 جنيه، وهذا الأخير قام بدوره ببيعها إلى المستهلكين النهائيين بمبلغ 380,000 جنيه. وبفرض أن سعر الضريبة على القيمة المضافة 14%، فإن الضريبة يتم فرضها وتحصيلها على النحو الآتي. طبعا إحنا هنا بنتكلم على فرض الضريبة على القيمة المضافة عند تعدد الوسطاء ما بين المنتج الأول والمستهلك الأخير. طب نعمل جدول. العمود الأولاني عبارة عن مراحل تدفق السلعة، بنبدأ بالمنتج الصناعي، ثم تاجر الجملة، ثم تاجر التجزئة، ثم أخيرا نوضح ما يتحمله المستهلك النهائي. عمود لقيمة المبيعات عن الشهر أو قيمة المخرجات، ثم القيمة المضافة وهي قيمة المخرجات ناقص قيمة المدخلات، ثم نحسب الضريبة على القيمة المضافة بسعر 14% بطريقة الخصم المباشر وطريقة الخصم غير المباشر. تعال لمرحلة المنتج الصناعي، مخرجاته 250,000، مدخلاته كانت 200,000، يبقى القيمة اللي أضافها في هذه المرحلة 50,000. الضريبة على القيمة المضافة طبقا لطريقة الخصم المباشر 50,000 في 14% 7,000. طريقة الخصم غير المباشر، ميتين وخمسين ألف في 14% 35,000، ناقص 200,000 في 14% 28,000، يبقى الفرق عبارة عن 7,000. في مرحلة تاجر الجملة، مخرجاته 320، مدخلاته كانت ب 250،
يبقى الراجل ده أضاف في المرحلة دي 70 أو 70 ألف. يبقى الضريبة على القيمة المضافة بطريقة الخصم المباشر 70 ألف في 14.89 أو 9800 جنيه. لو طبقنا طريقة الخصم غير المباشر، الضريبة على المخرجات 320 في 14% 44.8 ناقص المدخلات بتاعته 250 في 14.135 أو 35 ألف، يبقى دي 9800. في محل التاجر التجزئة، مخرجاته اللي هي مبيعاته للمستهلك النهائي 380 ناقص مدخلاته 320، يبقى قيمة مضافة 60. بطريقة الخصم المباشر يبقى الضريبة على القيمة المضافة 60 في 14% 8400. بطريقة الخصم غير المباشر، مخرجات 380 خاضعة للضريبة بسعر 14%، ادي 53200 ناقص مدخلات 320 في 14% 44800، الفرق 8400. وعلى ذلك يكون اجمالي ما يتحمله المستهلك النهائي القيمة المضافة 180 في 14% يطلع 25200 أو 25200. لو جمعنا الضريبة المتتبعة طبقا لأسلوب الخصم الغير مباشر برضو تطلع 25200. مثال ثلاثة، قامت إحدى الشركات الصناعية والمسجلة لدى المصلحة بشراء أخشاب لصناعة الموبيليا بمبلغ 200 ألف جنيه، وبويات لزوم الدهانات بمبلغ 40 ألف جنيه، وإكسسوارات بمبلغ 20 ألف جنيه، وسددت عن هذه الخامات ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14%، وصرفت أجور في تصنيع هذه الموبيليا قيمتها 30 ألف جنيه، وقامت ببيع موبيليا للتجار بمبلغ 350 ألف جنيه. المطلوب حساب قيمة الضريبة عن القيمة المضافة الواجب أن تسددها الشركة للمصلحة عن الفترة الضريبية. ثلاثة، أن تكون الضريبة المخصومة عن المشتريات أو المدخلات سواء محلية أو مستوردة يتم استخدامها في تصنيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة. أربعة، في حالة السلع المرتدة يجب أن يكون قد تم استلامها وقيدت بياناتها في الدفاتر والسجلات. خمسة، أن تكون إشعارات الخصم والإضافة مبينا بها عنوان البائع ورقم تسجيله واسم المشتري وعنوانه ورقم الفاتورة الضريبية الأصلية وتاريخها، وكذلك البيانات اللازمة التي تتعلق بتنزيل أو زيادة الثمن وقيمة مبلغ التنزيل أو الإضافة وبيان منفصل بالضريبة المستنزلة أو المضافة. مثال أربعة، قامت إحدى المنشآت المسجلة لدى المصلحة بالعمليات التالية خلال شهر فبراير 2018. واحد، بيع 50 وحدة لأحد تجار الجملة بالسوق المحلي بمبلغ 70 ألف جنيه وتخضع للضريبة بسعر 14%. اثنين، بيع 60 وحدة تم تصديرها للأسواق الأوروبية بمبلغ 84 ألف جنيه المعادل لمبلغ 4666.6 دولار. 3. بيع 100 وحدة في السوق المحلي بمبلغ 140 ألف جنيه معفاة من الضريبة على القيمة المضافة. 4. بلغت قيمة السلع والخدمات المستخدمة في بيع هذه الوحدات المباعة خلال شهر فبراير من منشأة مسجلة مبلغ 260 ألف جنيه ومعدل الضريبة على القيمة المضافة 14%. 5. الوحدات المباعة من غير سلع الجدول. في ضوء بيانات هذا المثال يتضح أن مدخلات المنشأة الصناعية قد استخدمت في صناعة مخرجات من السلع، بعضها خاضع للضريبة وبعضها معفي أو غير خاضع للضريبة، ويصف فصل المدخلات الخاصة بكل وحدة مباعة. في هذه الحالة تتحدد المدخلات التي يتم خصم ضريبتها على أساس نسبة المخرجات الخاضعة للضريبة إلى إجمالي المخرجات، أي تتحدد قيمة المدخلات القابلة للخصم على الوجه التالي: قيمة المدخلات القابلة للخصم تساوي قيمة المدخلات خلال الفترة الضريبية في المخرجات الخاضعة للضريبة على إجمالي المخرجات. أولا المبلغ، ضريبة القيمة المضافة على مبيعات لتجار الجملة
70,000 في 14% 9,800 جنيه. ضريبة القيمة المضافة على مبيعات الأسواق الأوروبية، طبعا التصدير الخارجي يخضع للضريبة بسعر صفر، 84,000 في صفر أدي صفر. ضريبة القيمة المضافة على الوحدات المعفاة لا شيء بطبيعة الحال. ثانيا المدخلات، تحديد قيمة المدخلات القابلة للخصم. سعر إجمالي المدخلات في عدد الوحدات الخاضعة للضريبة سواء المباعة في السوق المحلي أو المصدرة على إجمالي عدد المخرجات أو عدد وحدات المخرجات بما فيها الوحدات المعفاة، يبقى إذا 260,000 في 110 على 210 وحدة يطلع 136,190 ونص. إذا ضريبة القيمة المضافة على المدخلات القابلة للخصم 136,190 ونص في 14% يطلع 190، يطلع سوري 19,066.7، وتعتبر طبعا ضريبة قابلة للخصم. قيمة المدخلات غير القابلة للخصم عبارة عن 260,000 في 100 على 210، 123,809. الضريبة المستحقة السداد عبارة عن ضريبة القيمة المضافة المستحقة على المخرجات ناقص الضريبة القابلة للخصم الضريبي، يساوي 9,800 ناقص 19,066.7. طبعا الضريبة على المدخلات أو قابلة الخصم أكبر من الضريبة على المخرجات، يبقى إذن لا يسدد شيء خلال الفترة الضريبية، لأنه الخصم الضريبي يكون في حدود الضريبة المستحقة على المخرجات، وعلى ذلك فإن الفرق يرحل إلى الفترات التالية لخصمه باعتباره رصيدا دائما بمبلغ 9,266.7. مثال خمسة، قامت إحدى الجهات المسجلة لدى المصلحة بالعمليات التالية خلال شهر فبراير 2018. واحد، بلغت جملة مبيعاتها خلال الشهر من غير سلع الجدول مبلغ 150,000 جنيه، وقد بلغت قيمة السلع المستخدمة في بيع السلع خلال هذا الشهر والمشترى من إحدى المنشآت الصناعية مبلغ 40,000 جنيه شاملة الضريبة. اثنين، بلغت جملة مبيعاتها من السلع المستوردة الخاضعة للضريبة من غير سلع الجدول مبلغ 100,000 جنيه، علما بأن قيمتها الفعلية المتخذة أساسا لربط الضريبة عند الإخراج الجمركي مبلغ 120,000 جنيه. لاحظ أن قيمة مبيعات السلع المستوردة 100,000 جنيه، علما بأن القيمة الفعلية المتخذة أساسا لربط الضريبة عند الإخراج الجمركي 120,000 جنيه. يبقى إذن إحنا هنحسب ضريبة على 120,000 جنيه وليس 100,000 جنيه. ثلاثة، معدل الضريبة على القيمة المضافة 14%. في ضوء البيانات الخاصة بهذا المثال يتم حساب الضريبة الواجب توريدها للمصلحة على النحو الآتي. أولا الضريبة المحصلة على المبيعات، ألف عن السلع المحلية 150,000 في 14% 21,000 جنيه. ب عن السلع المستوردة، لاحظ أن وعاء الضريبة في هذه الحالة عبارة عن القيمة المتخذة أساسا لربط الضريبة في الدائرة الجمركية، حيث أنها تزيد عن قيمة المبيعات في السوق المحلي 120,000 في 14% 16,800. مجموع الضريبة المحصلة 21,000 زائد 16,800 39,800 جنيه. ثانيا يخصم الضريبة المسددة، ألف الضريبة المسددة عند شراء السلع المحلية 40,000 في 14 على 114، لأنه زي ما قلنا ال 40,000 عبارة عن السعر شامل الضريبة، فبنضرب في معامل الضريبة عبارة عن 14 على 114 يطلع 36,840. الضريبة المسددة عند الإخراج الجمركي 120,000 في 14% 16,800. إذن مجموع الضريبة القابلة للخصم 36,840 زائد 16,800 53,640. لاحظ أن الضريبة المخصومة تزيد عن قيمة الضريبة المحصلة خلال الشهر، يبقى إذن الفرق يرحل كرصيد دائم إلى الفترات التالية. شكرا.